بفقرتنا الطبية التجميلية لليوم رح نحكي عن تجريف المواد المالئة من الوجه وطرق إزالتها، وإذا كان بالإمكان إجراء مع عمليات تجميل أخرى. تفاصيل كثيرة مع الدكتور شادي رحمي الاختصاصي بالجراحة التجميلية، رح يخبرنا تفاصيلها. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا معنا دكتور. يعني يمكن هيك كتار مهتمين بهذا الموضوع، خاصة أنه بتجي فترة من الفترات بنلاقي هي المواد المالئة، كتير صرنا عم نسمع بأنه الناس لازم تبلش تحقنها، والناس بتطلع موضة خلينا نقول. هلأ الناس لا بدها تخفف من هذا الشيء، فالكل عم يسأل أنه أنا كيف ممكن زيل هاي المواد. بداية شو هي هاي المواد المالئة إذا ممكن هيك تخبرنا؟ الحقيقة حبيت أحكي عن موضوع المواد المالئة اليوم، لأنه هلأ مثل ما تفضلتي أنه صارت مشكلة المشاكل الحقيقة وبالتجميل، ومشكلة بدها خبرة للواحد يحلها، وبدها كمان بنفس الوقت يكون عرفان الطبيب اللي عم يعالج تشريح الوجه، التصوير الشعاعي للوجه، بحيث انه بس يدخل يقدر يستأصل ويقدر يفيد المريضة او يخدم المريضة. فالمواد المالئة بكل بساطة هي كانت مواد مالئة دائمة، هي عبارة عن مواد عديدة سكريد او مخاط، يعني هي مواد مثل الشوكولا او مثل السكر. فهالمواد هي كانت دائمة وكانوا يستعملوها الحقيقة عن غير قصد، يعني احنا ما بنظلم حدا. كانوا قبل 10 سنين يستخدموها لأنه ما كان في غيرها وكان طالع جديد. حالياً استخدامها محظور أو ممنوع بجراحة التجميل. حل محلها الفيلر المؤقت أو الفيلر اللي بيزول خلال سنة أو سنة ونص. طبعاً هي مثل ما تفضلنا، يعني هي عبارة عن مواد بتؤدي لالتهابات بعد فترة من حقنا. هلأ بعد 6-7 سنين من حقنا صرنا نشوف هالنتائج هي اللي طلعت من المواد الدائمة، اللي هي الالتهاب، الخراجات أحياناً بتظهر بالوجه، أحياناً نوصل لمرحلة إنه القيح ممكن يطلع من الوجه أو من داخل جوف الفم، يعني مشاكل كتير كبيرة لازم نحلها. فأنا على طول بقول إنه الفيلر الدائم هو مثل القنبلة الموقوتة اللي موجودة بأنسجة الوجه، بأي لحظة ممكن تعملنا مشاكل. تماما دكتور، وهذا اللي عم نشوفه هلا بالفتره الاخيره، يعني عم نشوف فيديوهات للاطباء فعلا وقت اللي عم يزيلوا المواد مثل ما قلت نتيجه هي الماده اللي عامله خراجات، يعني بمحلات يعني مخيفه، ان كان حتى عم نشوف للشباب او حتى طبعاً كمان للصبايا. أكيد أكيد أكيد. طيب كيف ممكن تم ازالتها؟ يعني هي ماده مالئه وعم نقول انه شبه دائمه. مزبوط. كيف بدي تم ازالتها وبده يصير في فراغ؟ طبعا انا شو بدي اعمل؟ مو شرط يصير فراغ، لكن نحن بنقول انه بس لا تعقيبا على السؤال الاول، انه لازم من خلال الخبرة القوية والكثيرة اللي صارت عنا بتجريف المواد المالئة، مو كل الأطباء التجميل بيزيلوها وعندهم خبرة إزالتها. فنحن من خلال الوجوه كثيرة اللي فتحناها بتلاقي المواد المالئة عاملة 3 تأثيرات جانبية. أول تأثير هو إنه هي بتاكل بتلتهم أو بتؤدي ل تحلل الشحم الموجود بالوجه، بالوجه في طبقة اسمها الطبقة الشحمية العضلية اللي فيها، بتلاقيها صارت كثير رقيقة، ما في أي وسادة شحمية بالوجه، مشان هيك بيقولوا بالعامية الوجه صار معظم. بالإضافة إنه بتعمل شيء اسمه ارتكاز سمحاقي، بتلاقي إذا قريبة هي من العظم الوجنات بتلاقي صار في سماكة بالطبقة السطحية من العظم تليفت، وبالتالي عطى سماكة أو عطى بروز بهالمناطق هي. بالإضافة إنه كل فترة وفترة بتعمل ثورة مثل ما بيقولوا، أو بتعمل مثل يعني شو بيقولوا، يعني بتتفاعل مع بعضها ومع أنسجة الوجه، فبتؤدي لالتهابات أو بتؤدي لخراجات. طبعا هذا الشيء ممكن نحن نلغيه عمليا، إنه نعمل عملية تجريف للمواد المالئة. هلا السؤال اللي سألتوني إياه، كيف بيصير التجريف؟ تجريف قولا واحدا بيصير بعملية شبيهة بعملية شد الوجه، يعني هو تجريف جراحي. نعمل شد، نعمل شق بأمام الإذن، هو نفسه الجرح تبع شد الوجه، بنفتح الأنسجة، بنشوف المادة المالئة بعيننا وبنفرغها طبعا قدر الإمكان. هلا بنحكي ليش قدر الإمكان، وبعدين بنغسل الوجه أو أنسجة الوجه بمادة معقمة خصوصي لهالموضوع هذا، بحيث إنه حتى لو ضل بقايا من هالمواد، لأنه أحيانا ما فينا نشيل كل المواد، أحيانا في جزء من المواد هي بيكون تليف مع الجلد، أول شيء مندمجة، أول شيء مندمجة أو متليفة، ثاني شيء قريبة من عنصر حيوي، يعني قريبة نور مثلا من شريان أو من عصب، فنحن إذا بدنا نشيلها نحن ممكن يصير معنا مثلا نقطع العصب أو نقطع الشريان، فهذا بيؤدي لعطل وظيفي الوجه. فهون نحن بنبعد عن هالموضوع، عن هالبقايا هي، لكن بنفس الوقت من خلال المادة النوعية اللي بنحقنها أو بنغسل فيها بنكون بتصير مواد عاطلة عن العمل أو مواد خاملة ما بتؤدي لأي مشاكل بالمستقبل.
اوكي هي الفكره يمكن دكتور انه في شروط معينه في اشخاص بتقولوا لهم لا خلص ما فينا نحن نزيل هي المواد، يعني في شو المحاذير اللي بتكون موجوده يعني لما حتى نحن نعمل هذا الإجراء. يعني سالتيني عن اصعب موقف، يعني دائما المرضى هذول المرضى حقيقه مساكين، يعني بيجونا عندهم مثلا وجه منتفخ انتفاخ فظيع متورم، ما فينك تقولي لهم انه نحن ما فينا نعمل شيء، لانه هن بيكونوا بوضع صحي وبوضع طبي بوضع نفسي سيء جدا صح. فنحن بنحاول نفرغ هالمواد هي، لكن نحن بنقول لهم يعني بنكون صريحين معهم وبنقول لهم اعذرونا لصراحتنا انه نحن في امكانيات ما فينا نتجاوزها، يعني نحن ما فينا نحن نوعدكم انه نحن 100% رح نقيم المواد، لكن مو احنا ممكن نحن نخفف بنسبه 70 او 80% من الاعراض، على الاقل الاعراض الحاده ممكن نشيلها، يعني ممكن ما ينجح العمل بس ما ممكن انه يصير تشوه او يصير شيء اكثر من اللي موجود. لا يعني دائما بينجح، لكن نحن نسبه نجاحه مو كل المرضى نفس نسبه النجاح فنحن دائما بنحاول، هي محاوله انقاذ احيانا، يعني اذا اجانا المريضه او المريض بحاله هجوع للمواد الماليه او بحاله بارده فهون نحن بنقدر نتصرف اكثر ونعطي نتيجه اكبر طبعا. اما اذا كان جاينا بحاله حاده او بحاله سخنه مثل ما بيقول فنحن هون بحاله انقاذ، نحن بنفرغ له هالقيح بنريح له الانسجه وبمرحله مقبله بس يكون في حاله هجوع او حاله برود او الحاله كامله مثل ما بيقولوا ممكن نحن نفرغ المواد هي. تمام دكتور، ممكن بعض الاشخاص يعني عم يسمعوا بشيء اسمه مندوب يعني بدون عمل جراحي، لا. هل هذا الشيء بيصلح؟ يعني في طرق تانية مثل هيك شيء لحتى أنا أدوب المواد المالية أو لا هي حصراً جراحة لحتى أنا أتخلص من؟ سؤال كتير حلو نور، يعني نحن منيح سألتيني إياه لأنه نحن كثير دكاترة ما عندهم خبرة أو دكاترة ما عندهم اختصاص بهذا الموضوع أو حتى أحياناً يعني مراكز أو عيادات ما أنا مرخصة أو ما أنا ما مع شهادات، بتلاقي بيجوا يعني عملية مثل ما يقولوا اعذريني لهالكلمة عملية تسويف أو عملية تجارية أو عملية نصب واحتيال، بتلاقي بيصيروا يجيبوا المريض وياخدوا شيء بيفضوا من برا أو بيفضوا من جوا أو بيحنوا مزيبات. طبعاً شو المزيب؟ المزيب هو التدويب، هو عبارة إما إنه يكون هيرونيداز، الهيرونيداز ما بنستخدمه للمواد المالية الدائمة البيرمننت وإنما المواد المؤقتة اللي هي هلا الدارجة طبعاً، أو إنه بيكون كورتيزون للأسف، يعني نحن على طول بعض الأطباء الغير مختصين أو ما عندهم خبرة بيصيروا يحقنوا كورتيزون، الكورتيزون بيعمل ضمور بالأنسجة فهون بيزيد الطين بلة، بيصير بشي تاني، إيه يعني بيصير في عندك ضمور أنسجة بيصير عدم تناظر. فدائماً أنا بقول إنه الحل الأجمل والأبقى والأسلم والأكثر حيوية بيعطي نضارة الوجه هي عملية التجريف الجراحي، ما في بديل عن التجريف الجراحي. ممكن تسمعي أحيانا أنه ممكن إحنا بعض الأطباء بيشيلوها من برا، ممكن يعملوا سبط صغير ويفرغوا المواد. الحقيقة ما في طبيب بالعالم بيقدر يفرغ كل هالمواد من برا، ما أنا شايفها كيف بده يفرغها، بيصير يلجأ لعملية ضغط أو عصر، بيضل في جزء من المواد، هالجزء من المواد هي ممكن تعمل مشاكل بالمستقبل وتعطي نفس النتائج أو من خلال تفريغ من داخل الفم. داخل الفم أكيد ما أنا موجود، يعني شيء ما أنا موجود بالعلم، ما فينا إحنا نجتهد، ما فينا نخترع شيء. التفريغ من داخل الفم هو بكل بساطة في اللعاب اللي هي في فلورا أو جراثيم موجودة بشكل طبيعي باللعاب، فهي بتدخل. بالإضافة للشغلة إنه نحن عم نفرغ بشكل أعمى، بس عم نفرغ من داخل الفم ما عم نشوف شو عم نعمل، فممكن نضرب القناة اللعابية، ممكن نحن نضرب العصب الوجهي، فيعني قولا واحدا ما في غير طريقة واحدة اللي هي التفريغ الخارجي بجراحة شبيهة بجراحة شد الوجه. اوكي طب من خلال مشاهداتكم دكتور اجت لعندكم سيدة اجرينا عملية التجريف نجحت لنفرض، نحن من بعد هاي العملية كنت ذكر دكتور انه في عنا اجراءات ثانية ممكن تجي من بعدها، شو هي ابرز العمليات التجميلية اللي بتصير من بعد اجراء عملية التجميل بعد التجريف وبعد قديش ممكن يتم اجراء؟ طبعا بدي اعقب على كلامك انه هي رح تنجح العملية، مو ممكن تنجح فهي رح تنجح لانه نحن عم نفوت المريض، عم نخدره، عم نشتغل بعلم بضمير، فأكيد رح تنجح، لكن نسبة النجاح غالباً بتكون فوق 50%. طبعاً نحن دائماً بحالات كتير قليلة ممكن يصير على سبيل المثال عدم تناظر بسيط، إذا كانت كمية المواد الدائمة المحقونة كتير كبيرة فنحن بس نفرغ أكيد رح يصير في فرق حجم، حالات كتير قليلة 1 أو 2% ممكن نلجأ بعد 6 شهور لعملية حقن شحوم مشان نعوض هالفرق الحجم اللي صاير. هلا هي الإجراءات المستقبلية ممكن تكون في إجراءات آنية، يعني مع عملية تفريغ أو عملية شد الوجه ممكن نلجأ لعمليات تجميلية أخرى مثل عملية تكبير الأصداء، شد البطن، عملية تجميل الأنف أحيانا، فكل هاي الشغلات ممكن نجيها مع أو بعد عملية الإفراغ أو تجريف المواد المالية. تمام دكتور، يعني ما في خوف من هذا الموضوع ولو لا. حتى صار يعني عدم تناظر خلال محلولة، يعني أنت بتقول لأنه أنا رح أعالج لك إياها وأنت بخدرة
ايه طبعا اكيد، ولا نحن لازم نكون مخبرين هذا الشيء، نحن بنخبر المريضه. يعني انا انا على طول بقول لمرضاي انا بعمل لك عمليه تجريف المواد المائيه، لكن بضمن ثلاث شروط. الشرط الاساسي انه مو كل المواد في نسبه كثير قليله رح تضل. اثنين، ممكن تعمل لك شويه التهابات صغيره بالمستقبل لكن مسيطر عليها، مو مثل ما كان بالاول غير مسيطر عليها. اثنين، ممكن يصير بحالات اي عدم تناظر، هذا الموضوع محلول. طبعا. ممكن بعد 6 شهور بعد ما تستقر وتنضف الانسجه وترتاح ممكن نحقن، لكن مثل ما حكينا انه هي المواد هي النسبه كثير قليله. وانا بحياتي يعني بخبرتي المهنيه خلال 15 سنه يمكن جئت لها مرتين او ثلاثه وكانت كميات المواد كثير كبيره. كل حاله يعني هي وضع خاص. طبعا كل حاله وضع خاص طبعا. يعني اكيد الصحه والسلامه لكل مشاهداتنا، ولازم أكيد اختار الطبيب الصح والمواد طبعاً الصح لحتى ما يكون في مضاعفات جانبيه بالمستقبل. بالختام دكتور ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا. وبدي ركز على شغله كثير مهمه، انه هي عمليه تجريف المواد المائيه هي عمليه علاجيه وليست تجميليه، بس انه انا شلت وخففت المنظر بدي ريح بالي، بدي ريح بالي ونظف انسجتي واعيش حياه مستقره. ممكن ما رحت لعند دكتور اسنان او كنت ما عملت تاتو او كل ما خضعت لابره ممكن صح. هالجراثيم هي تتجه باتجاه المواد المائيه او تعمل لي مشاكل. تماما. يسعد صباحك يا دكتور. شكرا لكم، ان شاء الله ما نكون تقال على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيك.